أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله صيامكم وقيامكم أيها الأخوة الأحبة، ونحن في رحاب شهر رمضان المبارك. ينبغي علينا أن نلاحظ عدة أمور، وهذه الأمور هي في الواقع خاصة بالصائمين. للأسف هناك من يجوع ويعطش، ولكن النتيجة تكون هي نتيجة سلبية بعدما يفطر الصائم، ولعله لم يكن قد صلى صلاة المغرب. نلاحظ الكثير 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 من الشباب وين يصير اتجاهه، كأنه هذا الصيام ما أثر به. وين يروح؟ يروح يتابع المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية وما أكثرها، حوالي 1500 أو 2000 قناة فضائية، والعدد هائل قياساً لل 24 ساعة. هذا الإنسان شلون يتابع هاي البرامج؟ وهذه المتابعة هل هي تدخل في نطاق الصوم أم النتيجة راح تكون سلبية على الصائم؟ اللي يتابع المسلسلات والأفلام اللي الآن تعجب بها القنوات الفضائية، واللي قاعد تربي الكثير من الشباب تربية غير صالحة، مسلسلات المدبلجة والمسلسلات التركية وجميع أنواع المسلسلات اللي المعدة لغرض اللهو والكلام الذي لا يليق بنا كمسلمين أن نصغي له. وسبب في ذلك أن هذه المسلسلات قائمة على مباني شيطانية، هو ترويج للعلاقات الغير مشروعة والتقلد باللبس الفاضح. ونلاحظ الآن الأسواق في معظم البلاد الإسلامية، شوف الملابس الفاضحة معروضة في الأسواق. السبب في ذلك يا أخوة شنو؟ السبب أنه إحنا ما عندنا حصانة إسلامية، حصانة إسلامية ما عندنا، ما عندنا شخصية إسلامية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا يدخل في اتباع ملل اليهود والنصارى. الإنسان بعد ما يتم الصيام مالته ويتناول الإفطار مالته يتوجه إلى الله عز وجل، يناجيه، يدعو الله عز وجل يهيئ له الأسباب اللي تستقيم الحياة من خلال هذه الأسباب. تعرفون أيها الأخوة، هذه الملايين اللي تصرف على القنوات الفضائية هي مو تصرف بدون مقابل، وإنما هي أعدت لإضلال الناس وتهديم النسيج الاجتماعي وإبعاد الشباب عن المنهج الإسلامي الحقيقي. الإنسان اللي تابع هذه المسلسلات يدمن عليها بعد ما يقدر يتخلص من عدها، من مسلسل إلى مسلسل، ومن فيلم إلى فيلم، ومن برنامج لهوي إلى برنامج لهوي. المسلم يجب أن يكون منتبه. أخوان، الإنسان يسأل يوم القيامة عمرك وين ضيعته؟ الآن نلاحظ الكثير من القنوات الرياضية يتابعوها ملايين الشباب، والسبب في ذلك هو الفراغ
اللي قاعد يعيش الشباب، هذا الفراغ اللي يخلي الإنسان يجعل من عنده آلة مسيرة، آلة مبرمجة، بس منين؟ مو من المنهج الإسلامي، لا، من المنهج الغربي، من المنهج العدوان الحقيقي للإسلام، تميع الشخصية الإسلامية. الأخلاق الإسلامية ما نلاحظها عند الكثير من الشباب، لا بالمضمون ولا بالشكل الخارجي. في رواية مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه قال: قل للمؤمنين ألا يلبسوا لباس أعدائي، ولا مضمون الرواية ولا يشاكلوا أشكال أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونون أعدائي كما هم هؤلاء أعدائي. للأسف إحنا الكلمة البراقة، الكلمة اللي بيها نوع من الجذب، هذه العبارات الرنانة اللي يستخدموها من يحاول أن يضل الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضله عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث إخوان هي هاي المسلسلات، هذه الأفلام، هذه البرامج التي زادت بنا بعدا عن الله عز وجل. الإنسان المؤمن الجاد اللي عنده هدف، اللي يقصد في حياته هدف يرفع من شأن هذه الأمة، هو هذا المؤمن الحقيقي، مو الإنسان الاستهلاكي السلبي. الآن الأمة تعيش تحت الفقر وتحت الجوع وتحت الذل وتحت المهانة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأولى بالشباب، أولى بآباء الشباب أن يوجهون هذه الآلاف أو الملايين إلى جادة الصواب، إلى جادة الإسلام الحقيقي، لأن الله عز وجل اختار لهذه الأمة العزة، ولكن بالطاعة واتباع سنن النبي صلوات الله عليه وآله وطريق الهداية اللي جاء بها النبي صلوات الله عليه وآله لإنقاذ هذه البشرية. أيها الأخوة، الإنسان الذي يسعى إلى معرفة الحقائق هو هذا اللي يستطيع أن يصل إلى المعرفة الحقيقية اللي الله عز وجل أرادها للعباد. الغافلين مكانهم خارج معترك الحياة. الجاهلين، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لقد قسم ظهري اثنان، منافق عذيب اللسان وناسك جاهل. الناسك هذا يصلي يصوم وهو يعتقد أنه قريب من الله عز وجل، ولكن هو بعيد عن الله عز وجل. فينبغي أن يحذر من وساوس الشيطان وتسويلاته وعدم الركون إلى أهل المعاصي والفسوق. أسأل الله عز وجل أن ينبهنا من نومة الغافلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على نبينا محمد وآله الطيبين.